منهرب لما نكون ضحية ومجني عليه ونغدر فينا، ومنهرب لما نتعذب، ومنهرب لما نتوجع، ومنهرب لما منخاف، ولما مننجرح، ولما منجرح منهرب دائما مع كتير مشاعر وأحاسيس، ومنفضل نكون لحالنا. حلو حلو بيعلمنا مشاعرنا لما تنضج، وأخطائنا قد ما كانت بسيطة نتعلم منها. بس بتعرفوا شو أصعب هروب؟ لما نهرب نحنا بعد ما نكون الجاني أو الغدار أو المجرم. بهاللحظة إحساسنا ووجعنا غير، ونظرتنا للحياة وكل قراراتنا غير. خلينا ضحية ومجني عليه. المجرم والجاني شعور بشع بيخوف، شعور المكسور مو حلو. الضعف المكسور ضعيف. تذكر قد ما كنت مظلوم ومفكر حالك ضعيف، فبضلك انت اقوى من الظالم.